اخوان حاولوا تقراو غير الترجمه، راه غادي تكون بلا صوت لان اليوتيوب منعني. السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مره اخرى، نتمنى نلقاكم في صحه جيده كما العاده. خوت اليوم غادي نتكلموا على الخبر اللي داير ضجه كبيره هنا في اسبانيا وكذلك في فرنسا، المشكل اللي نايض بيناتهم على الحدود الاسبانيه الفرنسيه، لان فرنسا سمحات لواحد 500 فلاح اللي مشاو اعتوا خرابا في المواد الغذائيه الاسبانيه المغربيه، اطنان ديال الفواكه ديال الخضر اللي تلفوها وضيعوها وشعلوا فيها العافيه في الطريق وما خلاوهاش تدخل لفرنسا. كلشي هذا حسد وغيره من الفرنسيين الى المزارعين الاسبان. الخوت ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج لان هذا موضوع مهم، لان حتى السلطات الاسبانيه قدمت واحد الاحتجاج رسمي الى فرنسا وممكن القضيه تكبر، يعني ممكن توصل لمجلس الاتحاد الاوروبي، المغرب تا هو دخل على الخط، فما تبخلوش علينا بالبارتاج باش توصل المعلومه الى الجميع. فالاخوان نبداو على بركه الله بالخبر اللي كيقول مزارعون اسباني يطالبون بعقوبات قاسيه على فرنسا لمقاطعتها منتجاتهم على الحدود. خلينا نخليكم مع الروبورتاج اللي غادي يوضح لكم بالتفاصيل ونرجع ونناقش معكم الموضوع بالتفاصيل. حاولوا انكم ما تبخلوش باللايكات الله يحفظكم، خليكم مع الروبورتاج. Litros y litros de producto español a la carretera por una disputa histórica de los viticultores franceses que ni nos va ni nos viene. Han colapsado este paso fronterizo de la 9 para exigir parar las exportaciones españolas porque dicen sus precios están hundiendo sus explotaciones. Pero hoy han arrasado hasta con el producto más selecto, como este cava catalán. نعم الخوت، كما شفتوا في الروبورتاج الفوضى اللي نايضه على الحدود الاسبانيه الفرنسيه. المشكل الخوت غادي نوضحوا لكم بالتفاصيل لان غادي وكيكبر وممكن كما قلت لكم ان توصل الامور لا تحمد عقبها، ممكن بان حتى الاسبان هما يهاجموا يعني المنتوجات الفرنسيه. نوضح لكم الامور كما هي. كما كتعرفوا بان اسبانيا بلد فلاحي وبانه هو الرائد في مجال الفلاحه هنا في اوروبا، يعني كاين اسبانيا ومورها ايطاليا هما يعني اللي كيوكلوا اوروبا كامله بالمواد الغذائيه وبالخضار والفواكه، والمغرب كذلك هو كيصيفط منتجات كبيره. فكما كنعرفوا بان اسبانيا كتصدر لهاد الدول هادو كاملين. في هاد الاواخر الفرنسيين كما كتشوفوا الخوت في الفيديوهات اللي غادي نبدا نعرض عليكم هنايا، داروا واحد الفوضى البارح والبارح، مشاو يعني كاننا في الغاب، ماشي في اوروبا، ماشي في دوله الحق والقانون، ماشي في دول يعني كتحترم الاتفاقيات اللي بيناتها. جات اكثر من 500 مزارع فرنسي اللي جاوا للطريق الحدوديه، طريق السيار ما بين يعني كاتالونيا وفرنسا، ما بين اسبانيا وفرنسا، جاو لذوك الحدود وتجمعوا وبداو كيوقفوا الشاحنات. الناس اتصلت بالشرطه الفرنسيه، جات الشرطه الفرنسيه بقات على بعد غير كتراقب شنو خلات، يعني كان دارت لهم واحد التغطيه حسب تصريح ديال سائقي الشاحنات الاسبان وكذلك المغاربه. فكما كتشوف فيديوهات بداو كيوقفوا داك الشاحنات بالمواد الغذائيه بمطيشه، كيلوحوا داك مطيشه كامله كيشعلوا فيها العافيه. اكثريه مطيشه تقال بانها اكثريه ديال الكاميونات اللي تحيدت ديال الطماطم هي مغربيه، يعني تخيل محيدين الخيرات لبلادنا المغرب وجايين بيعوا لهم احسن يعني مطيشه، فشوف المعامله السيئه ديال هاد الفرنسيين. فحرقوا داكشي ولاحوا كلشي، زائد انهم مشاو حتى للشاحنات الاسبانية، مشاو للبينو ديال اسبانيا، مشاو للفواكه التفاح، جميع الخضر والفواكه، وقفوا داك الشاحنات
وكيضغطوا على السائق مسكين وكيخلعوه وكيهبط داك السائق كيقولوا ليه ما غاديش نضربوك ولا شي حاجه، فقط انك حلينا ما غاديش نخليوك تدوز، حلينا وكيشعلوا العافيه. وكي هو مسكين كيحلم لان شيفور واحد ما غاديش يقدر انه يتضارب مع هذا، وكيشوف الشرطه راه ما مسوقاش وكذا، فهو كيقول لك اللهم نفسي نفسي، وكيحل داك هذا. فكيبداو يلوحوا يهرسوا ويعتونا في الارض فسادة بوجوه مكشوفه وبمطرقه وبالعلالي في واضح النهار في الشانطي، وكيشجلوا فيديوهات يعني كانهم يفتخرون، كان يعني حقروا على الاسبان وكيفتخروا بالحقره ديالهم. هذا الامر هذا الخوت هو اللي خلى كما كنشوفوا في الخبر مزارعون اسباني يطالبون الحكومه الاسبانيه بعقوبات قاسيه على فرنسا لمقاطعتها منتجاتهم على الحدود. اليوم جميع المزارعين والمجموعه اللي التكتل ديال المزارعين هنا الاسبان ضغطوا واتصلوا برئاسه الحكومه هنا في اسبانيا وقالوا لها خصك تضغطي على الطغاة اللي جاوا يعني في واضح النهار كياخذوا لنا الثروه ديالنا كيحرقوها كيدقدقونا، شكون دابا غادي يعوضنا شكون هذا. فكيفاش هاد الفوضى وفرنسا ما مسوقاش هي اللي هي كاع سامحه لهم انهم يديروا لنا هادشي. فين الاتفاقيه ديال الاتحاد الاوروبي ديال يعني حريه التنقل ما بين الاوروبيين، ان انا اسبانيا نمشي لفرنسا نطلع معايا بطاطا ولا مطيش انت من السوق ما ديش حاجه ممنوعه. وكاين اتفاقيات ديال التجاره الحره هنا في الدول الاوروبيه، فكيفاش هاد الفرنسيين جاو اليوم للحدود وكيدقدقوا فينا ويضربونا في عرض الحائط يعني بالقوانين الاوروبيه وبالمعاهدات ديال الدول الاوروبيه، كيفاش هادشي؟ فكاين واحد الضغط كبير والحكومه الاسبانيه خرجت ببلاغ اللي كتقول فيه انها تدين الاعمال التخريبيه اللي قاموا بها عده فرنسيين على الحدود الاسبانيه. يعني الامور غاده كبيره، وممكن بان وزير الخارجيه الاسباني اليوم راه مسؤولين بداكشي يعني ديال القاهره ديال اجتماع السلام ولا لقاء السلام اللي تجمعوا فيه حتى الرئيس بيدرو سانشيز الى اخره، مشغولين بداك الامر. لكن موراه ممكن وزير الخارجيه الاسباني انه يحط فرنسا امام مجلس الاتحاد الاوروبي يقول لهم مش هاد الدوله هذه فوضويه، شوف شنو ويعني وعلى مرمى ومسمع من الناس ومصورين هاد الناس بفيديوهات وكل شيء. يعني الان يجب على فرنسا ان تعتقل جميع داك المزارعين اللي ضيعوا اخربوا كذا، وهذا القانون حتى القانون الفرنسي يمنع ذلك انك تتهجم وتقطع الطريق وتشعل العافيه شاد شي يعني فوضى هذه. كما كنشوفوا يطالبون الحكومه الاسبانيه بتقديم شكوى رسميه للسلطات التنفيذيه الفرنسيه. غضب بين المزارعين الاسبان بعد ان قام ما يقارب من نصف الف من مزارعي الكروم الفرنسيين يوم الخميس بمنع مرور الشاحنات الاسبانيه التي تنقل المنتجات الزراعيه عبر حدود لوبيرتورس. طالب منسق منظمه المزارعين والثروه الحيوانيه بفرض عقوبات صارمه من الحكومه على الحكومه الفرنسيه واطراف اعمال العنف التي وقعت هذا الصباح ضد الشاحنات التي تنقل المنتجات الزراعيه من اسبانيا. يعني الان المزارعين قال لك احنا دابا ما غادي نوقفوا حتى يتم اعتقال هذوك اللي تعدوا علينا، وتم السلطات الفرنسيه تحمي لنا الطريق. واش حنا داخلين لفرنسا دوله اوروبيه ولا داخلين للغابه؟ يعني حسب يعني البيان ديالو. نظرا لتكرار هذه الاعمال التخريبيه طالبت لجنه الزراعه الاتحاد الاوروبي بان يضمن بشكل فعال وقوي حريه تداول الانتاج الزراعي الاسباني في الاراضي الفرنسيه، ودعت وزاره الزراعه ومصايد الاسماك والاغذيه الى تقديم شكوى رسميه للحكومه الفرنسيه بسبب لا مبالاه في مواجهه الهجمات المتكرره على المنتجات الاسبانيه. يعني صافي الان طالبوا حتى الاتحاد الاوروبي باش انه يتدخل ديال المزارعين الاوروبيين ديال الدخل، واش ضمنوا لنا حتى حنا نبيعوا نشريوا في هذه اوروبا اللي كتقولوا حنا موحدين او لا؟ هذا هو السؤال ديال المزارعين الاسبان، لان حسوا بحقره. كيفاش انت واضح النهار تهجموا عليك الرموكات يعني حرقوا لك اطنان ديال السلعه الفلوس الصحيحه، فين هو يعني ما فهمتش فين هو القانون فين هو؟ هذا هو اللي الان كيطالبوا به. لكن الخوت خصكم تعرفوا علاش، لان الفرنسيين اش كيقولوا كما غادي نشوفوا. يعني ويشكو مزارع النبيذ الفرنسي قبل كل شيء من كميات النبيذ التي تصل الى بلادهم من فرنسا من اسبانيا عفوا، والتي في معظم الحالات يندمون عليها يتم تعبئتها في فرنسا لتسويقها. يعني كيجيبوها كيجيبوا يعني المنتوجات الاسبانيه لانها رخيصه. الشركات الاسبان عندكم مشكل، سيروا عند الشركات الفرنسيه قولوا لها لا خوتي علاش كتشريو عند الاسبان شريو عند الفرنسيين.
يعني خصك تدوي مع الشركه، تدوي مع الحكومه ديالك، ماشي تهجم على المزارع، تهجم على السائق مسكين درويش، يعني ماشي اخلاقيات هذه. متفقين؟ هما علاش الفرنسيين اش كيقول لك؟ كيقول لك حنا المنتوجات اللي كتجينا كامله من اسبانيا ومن المغرب رخيصه وفيها جوده، بالتالي الفرنسيين كيمشيو كيشريو فقط يعني الحاجه الرخيصه اللي هي ديال اسبانيا وديال المغرب، والمنتجات يعني الخضر والفواكه والنبيذ الى اخره الفرنسي ما كيقربوش ليه لانه غالي والجوده ديالو ضعيفه. اذا هذا مشكل ديالكم نتوما. ولا كان هذا المشكل ديالكم نتوما ما عندكمش الجوده، خدموا مزيان، صايب الفلاحه مزيان. الى عندك النقطه الثانيه سيدي، سير دوي مع الشركات، سير دوي مع كاريفور، مع الشركات الكبرى، علاش كتشري من عند الاسبان تشري من عندكم نتوما فرنسيين؟ يعني هذا يعني هذه هي لغه يعني العقلاء، ماشي انك تمشي للشانطي وتوقف يعني الرموكات وتشعل العافيه وتجلس دير تخريب وكذا. احنا في دول الحق والقانون يعني على ما نظن. هذا هو يعني ماذا يقول الاسبان كذلك. انا كيقول لك واش حنا دابا ولينا شنو نديروا شرع يدينا واش حنا نطلعوا لتما ولا كيفاش؟ الهجوم على الانتاج الاسباني من جهتها وصفت قبل المزارعون الفرنسيين بانها غير مقبوله وغير عادله، واضافت ان السلطات لم تتدخل مره اخرى لمنع هذا الاعتداء، ونتوقع ادانه بشكل عاجل من جانب حكومتي اسبانيا وفرنسا، ابرزت هذه المنظمه الزراعيه. يعني كيتسناو بان حتى فرنسا تقوم بتنديد هذه الاعمال هذه وتصيفط الشرطه اللي تحمي ديك المناطق الحدوديه وتخلي المزارعين يطلعوا السلعه ديال مبيعو، لان حتى الفرنسيين كيهبطوا السلعه، ما هبطوش مطيشه الاسبانيين، كيهبطوا سلع اخرى، سيارات، يعني منتوجات اخرى. اذا شنو تل الاسباني يمشيو للحدود ويوقفوا ما يخليوش الشاحنات يدخلوا؟ اذا هذا امر غير معقول، يعني خص السلطات الفرنسيه انها تدخل وتحمي المزارعين الاسبان انهم يدخلوا السلع ديالهم وبيعوا، كذلك المزارعين المغاربه حتى هما يجيبوا المنتجات ديالهم وبيعوا. احنا في دول الحق والقانون يا ترى؟ ما عرفنا، السؤال مطروح. كذلك على وجه التحديث في مقطع فيديو كما كيقولوا يعني المزارعين سجلوا فيديوهات كثيره الخوت اللي بعض الاحيان مشاو دواو بعض الصحف، حتى مع سائقي الشاحنات لقاوهم في يعني خايفين مساكن، قال لك راه عرفتي كيفاش هجموا علينا؟ تخيل 500 واحد جاي، واحد هزم طرقه وواحد ما عرفت شنو، كيقول لك حل لك بداو يلوحوا لك في داك الشيء، كتقول الله يساليهم داك الشيء غادي يقتلوني انا. يعني حتى التهديد يعني لذاك الناس راه عايشون في رعب، لسائقي الشاحنات، كاين اللي مغربي كاين اللي اسبان، اكثر اسبان. فالاسبان طالع عليهم الدم على هاد الاعمال التخريبيه وعلى هاد الاعمال ديال العنف اللي دارت على الحدود حقيقه. فالاخوان عم تسناو هنا اسبانيا دارت تصريح، ولكن ممكن بيدرو سانشي بعد ما يجي من القاهره يتدخل في هذا الموضوع، ممكن بان الامور توصل يعني الاتحاد الاوروبي وتوصل على في يعني مستوى رفيع ويتذكر هذا الموضوع ويتم الضغط على فرنسا، لان حقيقه هذه اعمال غير اخلاقيه دارت ضد الاسبان. اخوان احبكم في الله، ما تفرجوش علينا باللايكات والبارتاج، خلونا الاراء ديالكم في هذا الموضوع. احبكم في الله، كان معكم اخوكم مصطفى البردي، الى اللقاء.